وكنت بسأل حضرتك قبل الفاصل، كنا بنتكلم عن منتخب مصر والماتش المرتقب بين مصر والسنغال وفكرة إصابة محمد صلاح والخوف اللي كان موجود اليومين اللي فاتوا اللي حسم النهاردة أن محمد صلاح هيشارك بإذن الله. بتشوف برضو اللقاء إزاي؟ وهل حضرتك بتميل للرأي اللي بيتكلم أن إحنا لازم نحسم الموضوع من هنا من القاهرة وسط جماهيرنا على أرضنا في الظروف المهيئة لصالحنا، ولا الموضوع برضو ممكن أن هو يتم ملاحقته مثلا بعد كده في الإياب؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اولا بالنسبه لمحمد صلاح خلاص الحمد لله اطمننا، بس هو بشكل عام يعني شاب شيء يذكر، الواحد بصراحه قلقان على المنتخب بعد حاله الاجهاد اللي فيها معظم اللعيبه، كمان القطبين الكبيرين الاهلي والزمالك في الجولتين الثالثه والرابعه لدوري الابطال للاسف خسروا الاربع ماتشات. أيوة. حاجه غريبه جدا، كل ده بيقلقنا شويه قبل مباراه السنغال، لكن يعني ان شاء الله بعد الجوله الخامسه اللي هي تبقى الجمعه والسبت ان شاء الله يعني ياخدوا بقى الراحه واللعبه كلها تستعد لمباراه السنغال. انا مع الراي ان هو المباراه لازم تحسم ان شاء الله من مباراه القاهره، لان انت عندك عنصر الافضليه اللي هو الجمهور، يعني طبعا ده مش هيفرق قوي في كره القدم الحديثه والاحترافيه، ما بقاش فيه الكلام ده قوي، بس لها تاثيرها، لها تأثير. خلينا نقول لازم تستغلها، لازم تبقى الروح حاضره عند اللعيبه. بالظبط، الروح حاضره عند اللعيبه، كلنا شفنا ساعتها بقى زئير الجماهير ده بيعمل احلى شغل. بالظبط، بيدفعك وكمان بينال من المنافس طبعا. اكيد طبعا هم للاسف شديد لعيبه محترفه في اغلب انديه العالم، في اكبر انديه العالم، فمش هتاثر قوي، بس برضو انت تقدر مع الضغط تقدر تحسم بنسبه كبيره هنا. يعني انا مش عايز اكون متفائل، خلينا اصل انت عندك كام دولي. بالظبط، يعني خليني يسخنوا معاك. انا يعني ايه يعني يا سلام يا سلام لو نقدر يعني رقم واحد يبقى عندنا ما نتلقاش هدف في مصر، لان ما زالت طبعا قاعده الاحتساب الهدف بره مش عارف بهدفين، غير اوروبا لسه موجوده في افريقيا. نتمنى رقم واحد ما نستقبلش اهداف ونقدر نسجل، يا سلام لو 2-0 ده انا اقدر اقول لحضرتك. اشمعنى ليه موجوده في افريقيا بس؟ يعني ما هو لسه هي بتبدا، ده مبدا في تكافؤ فرص. لا لا، الاصلاح بيبدا الاول في اوروبا، يعني الاصلاح الحاجه الكويسه عملوها في اوروبا بدءا حتى من دور المجموعات. على النتيجه بيعمموا بقى لما تحصل، ما ده اذا كان في دور المجموعات لدور الابطال افريقيا والكونفدراليه ما فيهاش الفار اللي هو موجود في كل حته في العالم، فافريقيا ما زال فيها للاسف الحاجات دي. مش مشكله، هي لنا وعلينا برضه. لا خلينا نكون، لا هي لنا وعلينا، هي مشكله بس وهي لازم ان تحل، ومن حقنا ان احنا يبقى عندنا في جميع ماتشاتنا فار. انت بتتكلم على الفار؟ ما اكيد. لا ماشي، اوكي اكيد طبعا. انا فاكر حضرتك بتقصد الحته يعني مش هنعديها كده. ما هو يعني اصل دي مش مشكلتنا احنا، مشكله الجميع. افريقيا يعني مشكله القاره افريقيا في كره القدم الا حقل تجارب او فقر تجارب بالنسبه لاوروبا، يعني سواء لعيبه او بيجربوا فيها البطولات مش اكتر يعني. لكن نرجع لمباراه السنغال، عايزين ننتفض بقى على الوضع ده. يعني مع افريقيا صعب جدا بصراحه، في افريقيا صعبه. حضرتك شفت الانتخابات الاخيره، انتخابات الكاف كانت مهزله مسرحيه كوميديه بصراحه اتعملت. ما فيش انتخابات حط ده هنا وسكن ده هنا وادي لده نائب وادي لده وانت تنازل وخد مش عارف ايه، اتظبطت. حتى بطوله الدوري السوبر ليج اللي هو كل اوروبا رفضته جم بيجربوه في افريقيا، يعني هيجربوه في افريقيا اللي هو ضد اصلا كره القدم، بيستغلوا نفوذ انديه كبيره زي الاهلي والزمالك والترجي والوداد والرجاء ومش عارف المازيمبي، وياخدوا 20 فريق يفضلوا يطحنوا في بعض طول الموسم، واجهاد كبير جدا وضغط مباريات كبير جدا من اجل المال. ولو نجحت، عشان هم كل ده من اجل استثمار مادي، لو نجحت يقولوا بقى لاوروبا هو يعني احنا عايزين نطبقها، اللي هو بيحاول يتزعمها شويه ريال مدريد مع برشلونه مع ليفنتوس، اللي هو عشان امور ماديه. هي فار تجارب، يعني ما تتكلمش في القصه دي للاسف. صحيح. الشديد يعني افريقيا ما زالت للاسف يعني موبوءه بالامور الاداريه دي للاسف. فيعني نرجع لمباراه السنغال، يعني انا مع الراي ان احنا ان شاء الله نحسمها من القاهره، يعني جزء كبير تحسم من القاهره. ما ينفعش تروح هناك، تروح مباراة العودة في السنغال، شعب السنغال متعطش لكرة القدم، كلنا شفنا لما فاز على مصر في نهائي افريقيا شفنا الشوارع كلها وفرحة يستحقوها طبعا. ما احنا في الاخر كرة قدم، لكن احنا مش عايزين بقى خلاص يعني بلغة الكرة مش عايزين يعلموا علينا.